همزه هاء عين حاء غين خاء. يبقى انا عندي دلوقتي الشفاه الباء والواو والميم والفاء، والحلق همزه هاء عين حاء غين خاء. طب باقي الاصوات بتخرج منين؟ حد عارف؟ حد يقول لي كده من الناس الموجوده باقي الاصوات هتكون الوقت بتخرج منين؟ انا عندي بقى شفاه ولسان وحلق، قلنا الشفاه وقلنا الحلق، يبقى باقي الاصوات بتخرج منين؟ من اللسان. موضوع بسيط، بس انا عندي اللسان ده يا جماعه بيكون عندي يعني زي ما احنا نقول اللسان معروف اللي هو طويل، تمام؟ اللي هو طويل، تمام؟ فانا عندي في اوله ده هو بيبقى له اصوات، تمام؟ وعندي في حاجات بتشترك فيها طبعا الاسنان، وعندي نصه بيبقى فيه اصوات، وعندي اخره بيبقى فيه اصوات، بس هما في الاخر من اللسان. بس اول اللسان ليه اصوات معينه، ووسط اللسان ليه اصوات معينه، واخر اللسان ليه اصوات معينه. اول اهو، وسط، اخر. انا عندي الوسط احفظوها برضو، بيخرج منه صوت الضبط وكلمه جيش اللي هي الجيم والياء والشين، تمام؟ طرف اللسان ووسط اللسان واقصى اللسان، يعني اول ووسط واخر. وسط اللسان بيخرج الضاد والجيم والياء والشين، تمام؟ اخر اللسان بيخرج منه صوتين اتنين واللي هما القاف والكاف. طيب الباقي بيخرج منين؟ من الاول، تمام؟ الباقي بيخرج منين؟ من الاول. ايه هما الباقي؟ اللي هما اللام والراء والنون، تمام؟ والدال والتاء والطاء، وايه كمان؟ والزال والساء والظاء. ندخل بقى على حروف الصفير، السين والصاد والزاي، تمام؟ يبقى اول اللسان بيخرج منه كام صوت؟ باقي الاصوات كلها. يبقى انا دلوقتي بطريقه سهله وبطريقه ما تعبش نفسي، طبعا انا ممكن اقول ده يعني مثلا الصوت ده مجهور ولا مهموس ولا ايه بالظبط، كل الحاجات دي انت تقرايها بس، تقرايها بس، لان صعب حد يحفظها ويفضل حافظها، تمام؟ انا اللي يهمني في الشغل لما اجي اشتغل لدغات او اظبط مخرج او كلام من ده، اللي انا اعرف الصوت ده انا هخرجه للطفل منين، وخصوصا لما بشتغل لدغه انا بلاقي الطفل ممكن يكون الباء بينطقها من مخرج غير مخرجها، عندي الكاف الاقيه بينطقها من اول اللسان تاء، الكاف بلاقيه بينطقها تاء، هي المفروض اخر اللسان لا بيجيبها لي من اول لسان، فهو كده اغير المخرج، فانا يهمني اعرف المخرج علشان اعرف الصوت هو بينطقه اصلا صح ولا غلط، تمام؟ يبقى انا عندي الشفاه قلنا الباء والواو والميم والفاء. ندخل على الحلق، بيخرج ست اصوات، همزه وهاء وعين وحاء وغين وخاء، تمام؟ ندخل على اللسان، اللسان عندي اول كبير، لسان كبير، اول ووسط واخر. الوسط الاول بيقول عليه طرف اللسان، الاول بنقول عليه طرف اللسان، الوسط ماشي، الاخر بنقول عليه اقصى اللسان. كلمات كلها يا جماعه متداوله، محدش يقلق من ايه لما يسمع كلمه غريبه، هي كلها بتادي لطريق واحد. ندخل على الوسط، كلمه صوت الضاد وكلمه جيش، ضاد جيش، تمام؟ اخر اللسان القاف والكاف، اخوات كده. وان شاء الله هقول لكم، هبقى يعني انا كنت عملت قصه بس انا حابه اغيرها وابقى ابعتها لكم بامر الله. اول اللسان باقي الاصوات، اللام والراء اصلا قريبين من المخرج والنون. ندخل على الدال والتاء والطاء نفس النطق، والذال والثاء والظاء الثلاث اصوات دول لازم نخرج فيهم لسان، والسين والصاد والزاي دول اساسا لازم نصفر فيهم. يا ريت الناس يكون الامر معاها لحد هنا سهل، لو لحد هنا تمام الناس تاكد لي بتمام.
تمام تمام طيب ندخل بقى بعد كده على الانواع، انواع اللصغات. وانتم هتقولوا لي ايه اصعب نوع بيقابلكم في الشغل او اكتر نوع بيطول في شغل. تمام، انا عندي انواع اللصغات، عندي ثلاث انواع. انا بحب التقسيم ده يا جماعه، انا بحب التقسيم ده. تمام، عندي اول نوع لدغه سينيه. اول نوع، نوع ايه؟ لدغه سينيه. تاني نوع عندي لدغه رائيه. عندي بعد كده ثالث نوع او اخر نوع اللي هي لدغات متنوعه او مختلفه، يعني لدغات اخرى كتير يعني. تمام، الرائيه اصعب، فعلا اصعب انواع اللدغات الرائيه، وبتاخد وقت طويل وخصوصا لو عند حد كبير. تمام، طيب اللدغه السينيه ديت هي كمان ليها انواع، ليها ثلاث انواع. طبعا انا بقول لكم كده كعام، انواع اللدغات كعام، بس ان شاء الله هندخل على كل لدغه ونقول ازاي نعالج اللدغه ديت ونصلحها. انا عندي اللدغه السينيه اماميه، وعندي عندي ثلاث انواع فيه، وخلفيه وجانبيه. اللدغه السينيه، عندي لدغه سينيه اماميه، وعندي لدغه سينيه خلفيه، وعندي لدغه سينيه جانبيه. تمام، طيب عندي اللدغه الرائيه، ليها هي كمان ليها اربع انواع. عندي ابدال الراء لام، وعندي ابدال الراء ياء، وعندي ابدال الراء واو، وعندي ابدال الراء غين. تمام، الطفل ممكن يلاقيه بيبدل لي الراء لام، ممكن الاقيه بيبدلها لي ياء، ممكن الاقيه بيبدلها لي واو، او بيبدلها لي غين. اللدغات المختلفه زي ايه؟ كتير، زي الجيم الاقيه يجيبها لي تاء، زي مثلا العين الاقيه بيعملها لي حاء. تمام، انتوا عارفين اللدغات الاخرى هنبقى نقولها برده. تمام، دي انواع اللدغات. لو لحد هنا برضو يا جماعة تمام، اكدوا لي بتمام. تمام، طيب انا دلوقتي عاوزه اشخص، انا مش عارفه الناس الموجوده فين، بقيه الناس يا جماعه، انا عايزه الناس كلها تشارك معايا، فين بقيه الناس الموجوده؟ الناس الموجوده معايا ولا انتوا فين؟ التشخيص، الناس اللي موجوده كلها تكتب اي حاجه تطمني اللي هي سامعاني. اي كتابة؟ ديت انواع اللثغات، قلنا لدغة